حنا سكان بغلية حي صوماني ما كانت محروسة غرسناها باش لحقنا الميساج درنا بهذه الطريقة مليح بصح جبت نتيجة الطريقة تاعكم جبت نتيجة بيان سور ما غلقنا لا بلدية ما غلقنا لا طريق ما ضرينا حتى واحد أنا ما هذا خدمة بلا مزيت بلا مزيتهم كاع باسكو حتى هو يستفاد منها يفوت منايا الناس كاع راهي تفوت كيما يفوت الميري يفوت شاف دايره يفوت الوالي كاع يفوت دوك الميساج تاعنا راهو الحق وحنا واش نقولوا دوك المسؤولين هذو هما راهم يخدموا بخدمتهم هما خدمه الشعب يعاونوا الشعب ويخدموا الطريق يخدموا هما ما يخلوش نحرثوها دوك الطريق اللي ما خدموهاش حنا نسيو زدنا نحرثوها زدنا نغرسوها دوك غرسنا بطاطا زدنا نغرسوا داليا مليها حتى يكملوا يخدموا الطرق كاع بالك يدخلوا حتى البحير تاع الناس الطريق اللي ما يخدموهاش لازم نغرسوه نغرسوها البطاطا اللي جات اللي جات نشكروا قناه البلاد هي القناه الاولى اللي لحقت لعندنا من نهار هاصت الطريقه هذه هي الاولى ونشكروها والله يرحم والديهم مرحبا بهم في كل وقت